باكستان تنفصل عن الهند لتصبح دولة مستقلة وتعيين محمد علي جناح حاكما لها. اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال وجودهم في ليبيا. انهيار بنك بيرينغز البريطاني وهو من أقدم البنوك التجارية في العالم بعد الخسائر الفادحة لأحد متعامليه نيك ليسون التي بلغت ملياراً وأربعة ملايين دولار. مجلس النواب العراقي يعلن عن انتخاب فؤاد معصوم رئيساً للجمهورية العراقية.